عليك الله وبركاته. النهاردة هنكون معانا بروف كونسبت بسيط لبرمجة أو لتطوير أو لتكويد أو لكتابة C2 فريم ورك بشكل بسيط خالص. النهاردة هو مجرد بروف كونسبت مش أكتر يعني، بس بنشرح الفكرة بتبقى ماشية إزاي. بتمنى إن شاء الله إن الفيديو يكون ممتع والناس ما تزهقش معانا الفيديو ده. النهاردة إن شاء الله هنشتغل بلغة البي اتش بي والبايثون. البايثون هيكون الايجنت بتاعنا، والسي تو هيكون بالبي اتش بي. تمام. الفكرة كلها إن سيرفر البي اتش بي أو السي تو بتاعك أنت على طول بتحدثه بالأوامر اللي محتاج إن هي تتنفذ عندك على الأجهزة اللي انت نزلت عليها الايجنت بتاعك او العميل او التروجان او الباك دور، ايا كان المسمى اللي انت هتسميه. تمام. الاوامر الايجنت بتاعك كل شويه بيخش يحدث الاوامر اللي عنده، بيجيب الاوامر الجديده من على السيرفر وبيطبقها عنده. هنشوف الموضوع دلوقتي عامل ان شاء الله. اول حاجه هنشتغل على السي 2 اللي هو بالبي اتش بي. اول حاجة هنعمل if condition وهنعرف دلوقتي ليه. if هنخلي مثلا الكونديشن بتاعنا true عشان يكون على طول شغال. هنعمل مثلا echo. الاول content type بتاعنا احنا عايزين يكون json. تمام. فهنستعمل الهيدر. هنكتب content طيب application json، بعد كده هنعمل echo، هنعمل اي حاجة كتست. اسف name بالضبط. هنشوف دلوقتي في عندنا مشكلة. اوكي، مشكلة في السنتكس اعتقد. هنعكس اعتقد كده المشكلة اتحلت ان شاء الله. ريفرش. تمام كده دلوقتي عندنا كل حاجة تمام. الكونتنت تايب بتاعنا جيسون. طيب دلوقتي اللي احنا محتاجينه هيكون في عندنا هنا سي ام دي. تمام. السي ام دي ده هيكون ثابت معانا، ده الكي الفاليو اللي قدامه ولنفترض هتكون شيل. لما الايجنت بتاعنا يعمل سكراب ويشوف سي ام دي بيساوي شيل، هيروح على تاني حاجة عندنا وهي الارج صار argument. تمام. وهيجيب القيمة بتاعتها وينفذها ككوماند. هنكتب مثلا وليكن كالك صار كالكوليتر. المفروض ان الايجنت بتاعنا بيعمل ريكوستات كل فترة معينة ولنفترض كل 10 ثواني، فاحنا مش عايزينه يطبق الامر اكتر من مرة، فعشان كده محتاجين ان احنا نستخدم يا اما التايمنج. تمام. يا اما نستخدم الاي دي هات، يعني يكون لكل كوماند اي دي. فانا بفضل ان احنا نستخدم الاي دي كبروف كونسبت. تمام. الاي دي نفترض هنخليه 1 اول كوماند. تمام. هنشوف السنتكس بتاعنا مظبوط ولا لا. ريفرش. زي ما حضراتكم شايفين السي ام دي هو شيل، الارجيومنت بتاعنا هو كال كالكوليتور، والاي دي 1 اول امر هنجربه. تمام. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي المتصفح لو في حد وصل للسي تو سيرفر بتاعنا حط اللينك بس في المتصفح او باي طريقه على اي متصفح هيشتغل معاه. احنا عايزين نوقف الموضوع ده، فعشان كده عملنا الشرط اللي في الاول وسيبناه فاضي. هنكتب في الشرط ده لو كان السيرفر
request HTTP user event بيساوي bad put، يبقى هو المفروض ما يعرضش الكونتنت ده او المحتوى ده الا لو كان اليوزر ايجنت بتاعنا بيساوي باد بوت. نجرب نعمل ريفرش، اتمنى ما يكونش فيه اخطاء. تمام، undefined server، undefined server، تمام، هي كابيتال اسف، server، اوكي ريفرش. تمام، زي ما حضراتكم شايفين صفحة فاضية خالص. ممكن نخليه else header هنخليه مثلا status code 404. طيب هنبص كده على الباب مثلا نشوف HTTP 404، ماشي. طب هو انا مش فاكر بصراحة، فهنشوف PHP مش عيب طبعا ان يكون في حاجة انت مش عارفها او مسقطها او مش فاكرها طبعا. في عندنا not doing anything، تمام، هو اكيد الحل بتاعنا هنا. طبعا نجرب الحل اللي كنت عامله الأول، HTTP 404، فريش unexpected، ثانية واحدة، اوكي تمام، ما قلناش أي حاجة. هنروح على stack overflow ونشوف الحل بتاعنا. طبعا انا اسف على كل غلط، مشكلة الانترنت الازلية في مصر، اوكي تمام، هنجرب فش. طيب احنا ممكن نشوف الريكوست ده على البيرب مثلا، اوكي ميتين، اوكي تمام. اول حل مش مظبوط معي، تمام جربها. بس I think إن ده كمان مش مظبوط، لا ده تمام، ده تمام، 404 not found. ممكن برضو نعمل داي، نكتب انه داي. طيب اوكي نجرب، نجرب تاني على البراوزر. زي ما حضراتكم شايفين البراوزر بيقول 404 not found، ولو شوفنا الرد هنا 404 not found، تمام. طب نشوف البراوزر ده وصل لإيه. تمام، الفايرفوكس الدنيا تاني، مفيش مشكلة. دلوقتي هنجرب نعمل سكراب للكوماند ده باستخدام البايثون. بايثون هنعمل import the requests module، بعد كده هنعمل request طبعا الميثود بتاعتنا get،
اوكي هنجرب الاول من غير ما نحط الهيدر ونشوف ريك دوت تكست. زي ما حضراتكم شايفين مفيش اي حاجه. طب دوت ستاتس اسف ستيت. طب دوت كود تمام مفيش مشكله مفيش اي مشكله. زي ما حضراتكم شايفين التكست بتاعنا مفيش فيه اي حاجه. طب هنجرب بس ستاتس كود معلش ستاتس كود. زي ما حضراتكم شايفين الستاتس كود بتاعتنا 404. طبعا اسف على كل الكلام ده. الستاتس كود بتاعتنا دلوقتي 404. هنرجع نعمل نفس الريكوست بس هنضيف هيدر هيدرز تساوي هنعمل مثلا يوزر ايفنت جيت بوت. شوف كده تكست زي ما حضراتكم شايفين اجا الكونتنت كله. لو شفنا الستاتس كود بقت 200 تمام يبقى لحد دلوقتي تمام. هنبدأ نكتب الكود بتاعنا. ممكن ناخد الامبورت بتاعنا والكلام ده اهو كوبي اوكي. مش عايزين كل ده ماشي مش عايزين ده مش عايزين ده تمام. ده الريكوست بتاعنا مش اكتر. هنعمل امبورت لمكتبة الاو اس تمام. كده الاوامر بتاعتنا او الجيسون بادي بتاعنا متخزن في ريك دوت تكست تمام. فاحنا هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنعمل اول اي ديز ايكوال. زي ما حضراتكم فاكرين احنا عملنا اي دي للكوماند بتاعنا تمام، وكان الاي دي بتاع الامر الاولاني هو 1. بعد كده هنكتب وايل ترو. وايل ترو هيعمل ايه بقى؟ هندخل دي الاول جوه ديف ريفرش. return rec.json اوكي while to cmd equal refresh اسف print cmd. هنجرب نحفظ الملف ونشغله كده. بايثون بايثون اوكي تمام. زي ما حضراتكم شايفين محتاجين نعمل هنا اول حاجة امبورت المكتبة التايم امبورت تايم. هنعمل هنا تايم دوت سليب ونفترض 3 تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة هنعمل هنا الريتيرن بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة معانا تمام. بس الكوماند احنا عايزين الكوماند ايه؟ عايزين كلمة شيل بس تمام. فنقول له ايه cmd equals cmd. نشوف كده كوماند معانا شيل تمام جدا تمام جدا. هنجيب نفس الامر او نفس الصف نفس الكود ده وهنجيب بقى الارجيومنت
هو الارجيومنت، وهنجيب الاي دي، اي دي ماشي، اي دي دي تساوي اي دي، تمام. بعد كده هنقول له اف سي ام دي ايكوالز شيل. لو كان الامر هو شيل، تمام، فانت هتعمل ايه؟ الاول احنا عايزين نتاكد ان الاي دي ده مش موجود، يعني احنا هنقول له الاول اف اي دي دي نوت ان اي دي اللي احنا حددناه فوق، تمام. هنقول له اف سي ام دي ايكوالز شيل، اعمل ايه بقى؟ او اس دوت سيستم ارج. انا نشرح الكود. وايل تو لوب دي انفينيت لوب، هتفضل شغالة على طول، وفي كل مرة هتعمل سليب 3 في الاخر او 3 ثواني. السي ام دي ده اللي هيعمل بارس الجيسون ده، وهيجيب السي ام دي اللي موجود فيه وهيخزنه في متغير اسمه السي ام دي، وبعد كده الارجيومنت، وبعد كده الاي دي، تمام. هنا احنا بنتأكد ان الاي دي ده مش موجود في الاي ديات اللي عندنا موجودة فوق، تمام. لو مش موجود في الاي ديات اللي عندنا فوق، فهيبدأ بعد كده يتعامل مع الكوماند. لو الكوماند بيساوي شيل، تمام، فهياخد الارجيومنت وهينفذه باستخدام الموديول اللي هو الاو اس، وده بينفذ اوامر على النظام بتاعه، تمام. بعد كده هنقول له ايه؟ IDs dot append، نفتح قوسين ونقول له ايه؟ IDD، عشان يضيف لنا ال ID بتاع الامر ده في ال IDs، بحيث ان هو ما ينفذوش مرة تانية، تمام كده. ويستحسن يعني لما تكون بتعمل C2 بتستخدم قواعد بيانات ماي سيكوال او غيره، ان الاي دي ده يكون اوتو انكريمنت، او اللي هو الزياده بتاعته اوتوماتيك، بحيث ان مفيش اي دي يتغير او في اي دي يتكرر معاك، تمام. والاي دي الاخير هيتحفظ بس في الريجستري في الجهاز بتاع الايجنت بتاعك او الكلاينت بتاعك مش اكتر. هنجرب الكود على كده، سي ال اس، نجرب الكود. زي ما حضراتكم شايفين اتفتح عندنا الكالكوليتور، وبعد كده مفيش اي حاجة اتفتحت. هنصغر ده عشان يبقى سايد باي سايد كده. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي C2 مفتوح. نكبر دي بس ثواني، ممكن نقفل ده كده. خلاص طيب ماشي. هنكتب مثلا نوت باد، هنستنى نشوف، هنلاقيه ما تنفذش. طيب هنخلي الاي دي 2، زي ما حضراتكم شايفين فتحت النوت باد. هنكتب مثلا هنا start cmd.exe، هنخلي الاي دي مثلا 3 زي ما حضراتكم شايفين، اوامر بتتنفذ معانا. طبعا احنا دلوقتي ممكن نضيف حاجات تانية غير الشيل، وده اللي هنعمله دلوقتي. دي الخطوة الجاية، هنروح على الكود بتاعنا. مثلا عندنا اف، حالة اف دي، تمام. هننزل تحت هنا الاف سي ام دي ايكوالز مسج. لو كان الامر بيساوي مسج برنت ارج، لو كان الامر بيساوي مسج فاطبع لنا الارجيومنت اللي موجود عندنا. هنشغل الاول C2 بتاعنا بايثون C2، اسف،
طبعا هو شغل الامر الاخير، لان الامر الاخير الاي دي بتاعه مش محفوظ في الليست. تمام كده، هنشغل ده. السي ام دي هنخليه مسج، الارجيومنت هنغيره، هنخليه مثلا اللوب فور الاي دي، ولنفترض هنخليه 1 لان احنا قفلنا الايجنت بتاعنا وفتحناه، فرقم 1 ما بقاش محفوظ خلاص في الليست. هننتظر، المفروض ان هو يعمل برنت هنا للمسج بتاعتنا. اوكي، نتأكد بس ان احنا كاتبين صح. if id not in ids، اوكي print argument. تمام، انا بروف argument. تمام، طبعا نحط ال id 4. طب انت شغال؟ طب كنترول سي، تقريبا في مشكلة في السي ام دي اصلا. اوكي، هنرجع كنترول وزد بس، او مش لازم. بايثون سي 2 زي ما حضراتكم شايفين، عرض اللور وبعد كده وقف. هنكتب مثلا اي حاجة هنا، تست، خلي الاي دي 1. طبعا الواحد مش متخزن في اللس. شوف زي ما حضراتكم شايفين بيعرض اللي هنا، وهنمشي على نفس المنوال ده. طبعا عندنا مكاتب كتير في البايثون او ايا كانت اللغه اللي انت حضرتك هتستخدمها، هي نفس الطريقه، هتروح على السي 2 تجيب منه الاوامر وتنفذها يعني. تمام، طيب ايه الحال لو احنا مثلا عايزين نبعت الناتج بتاع الأوامر دي؟ يعني احنا مثلا دلوقتي عايزين الأوامر اللي بتتنفذ هنا النتيجة بتاعتها تتبعت، ولنكن مثلا هننفذ سي ام دي اي بي كونفج، في اي بي كونفج اهوت عايزين ننفذه، هنخليه مثلا هنا 5 اي بي كونفيج، هيتنفذ هنا دلوقتي ان شاء الله، بس النتيجه بتاعته مش هتروح للاتاكر. يعني الاتاكر هيستفيد ايه مثلا من السي 2 لما في الاخر النتيجه هتتعرض لمين؟ هتتعرض للشخص اللي هو قاعد على الجهاز، او النتيجه هتتنفذ عنده في الجهاز ومش هتروح فين؟ مش هتروح للاتاكر. فاحنا ممكن نستخدم البوست ريكوست بحيث ان احنا نعمل بوست للداتا. اسف، الكوماند كان شل السي ام دي، اسف جدا. طبعا دلوقتي عايزين اي بي تاني، زي ما حضراتكم شايفين الامر اتنفذ، بس انا عاوز النتيجة دي تروح لي بقى هناك، يعني هتتبعت لي على السيرفر ده بحيث ان انا اشوفه. تمام، اول حاجة هعملها هنا، اوكي احنا محتاجين ناخد داتا من هنا، فنستخدم مثلا get if او بوست. هنستخدم بوست الست، بوست ولنفترض هنسميها مثلا داتا،
فايل equals open log dot text ايه، هيفتح ملف تمام عشان يضيف فيه او يكتب فيه. بعد كده هنقول له اف رايت، بياخد الهاندلر في الاول يعني هنقول له فايل. بعد كده هنقول له ايه البوست داتا دي، بعد كده اف كلوز. تمام اف الست داتا. تمام جدا. هنروح هنا بعد السين دي هنقول له هنا داتا equal to، بعد كده هنقول له requests، هنجيب نفس الأمر بس هيكون بقى بوست. C2 data equal data. تمام هنجرب على كده CLS بايثون C2، في عندنا ايرور هنا، في مشكلة. طب ثانية واحدة نتأكد. مشكلة في الجيسون اللي عندنا ده. اوكي اي دي انا شايف ان مفيش فيه مشكلة، بس تمام ماشي مفيش مشكلة. تمام هنعمل بس هنشيل دي ونخليها ترو، او هنحاول نشوف البيلت سويت. ثانية واحدة، سينتاكس ايرور. تمام جدا تمام، في عندنا اصلا سينتاكس ايرور. تمام اوكي، في عندنا هنا سيمي كولن، في هنا سيمي كولن، في عندنا هنا علامة غلط في الست. تمام في هنا برضه بسم الله الرحمن الرحيم مشكلتين. تمام اوكي في عندنا هنا علامة دي غلط. تمام كده خلاص تمام CLS. تمام جدا. هنروح دلوقتي على الفولدر بتاع الإكزام سي سم اتش تي لوكس لوك تكست. اوكي ده مش اللي انا عايزه خالص. اوكي فين السي تو؟ ده ملف السي تو تقريبا، احنا ما حفظناش الملف ولا حفظناه. تعمل كوست ستوت بوست بيربوت داتا equals data. تمام CLS. تقريبا عندنا هنا مشكلة ما. المفروض بيكتب في ملف ايه اصلا؟ log.txt.
طيب محتاجين نخليه مثلا أي حاجة. خلي الأمر ده 10 و ام اي تمام. لوج التكست، الملف اصلا ما اتعملش معانا كده، في عندنا مشكلة. هنتأكد طبعا من البيلب سويت، يعني احنا نروح دلوقتي هنعمل كلير اللي في البيلب سويت، هنروح هنا على الكود، بعد كده هنروح على الريكوست هنا، هنزود بروكسيز بيتكوين HTTP HTTP وننسخ نفس البروكسي ونخليه برضو HTTP بس. تمام دلوقتي، تمام كل حاجة تمام لحد دلوقتي. هنجرب Ctrl C سيرلس C2، هنروح على البوست بتاعنا، في عندنا بوست data equal 0. في عندنا هنا مشكلتين، مشكلة في ال PHP ومشكلة في البايثون. مشكلة البايثون ان الداتا اللي رايحة هي 0. Action open going online undefined. تمام تقريبا هي اف اوبن مش اوبن. تمام هنتأكد الريبيتر warning if close expecting exactly one parameter. هنديله البارامتر نجرب تاني. تمام كده مشكلة ال PHP اتحلت، نتأكد ان الملف اتعمل. تمام الملف بتاعنا ac.txt، الملف اتعمل وجواه صفرين. تمام جدا. دلوقتي هنروح بقى على البايثون. مشكلتنا دلوقتي ان المتغير ده اتخزن فيه حاجة غلط. أول هنخلي الداتا دي تصف ونفترض. تمام داتا يكون تصف، آسف هنشوف كده. تمام تست تمام. يبقى الفكرة كلها إن الـ OS command ما بتعملش return بالـ إيه؟ في المحتوى بتاع الكوماند بايثون او اس سيستم ريتيرن فاليو. اوكي تمام. المكتبة دي اصلا ما بتعملش ريتيرن للفاليو، ما فيش مشكلة. هنعمل امبورت للسب بروسيس ونستخدمها. نجرب امبورت مفيش أي مشكلة. هنشوف كده البيلب سويت زي ما حضراتكم شايفين. الأمر النتيجة بتاعته اتبعتت للسيرفر بتاعنا، ولو رجعنا السيرفر هنلاقي النتيجة اتنفذت. تمام طبعا احنا محتاجين نزود نيو لاين مثلا في الريكوست بتاعنا. تمام
وممكن كمان نزود اي دي لو ده سيتو حقيقي يعني بنعمله ان احنا نشتغل بيه. في حاجات كتير ممكن نزودها، يعني ممكن سي ام دي المسج دي مش محتاجينها، ممكن نحط هنا كيل سويتش بحيث ان احنا لو عايزين نحذف الايجنت بتاعنا او العميل بتاعنا ونحذف اي اثر ليه. وبرضو الاي ديز دي المفروض ان هي بتتخزن في الريجستري مش بتتخزن هنا في لسته زي دي، تمام؟ بس زي ما قلنا ده كان مجرد بروف كونسبت مش اكتر للفكره، تمام؟ دلوقتي برضو عندنا بالنسبه للسيرفر المفروض ان هو يستخدم قاعده بيانات من نوع ما عشان يخزن اي ديهات لكل جهاز، كل جهاز يبقى له اي دي، بحيث ان احنا برضو لو عايزين نستخدم جهاز معين ونبعت له كوماند معين وما يتنفذش على باقي الاجهزه، تمام؟ لكن بالشكل ده اي جهاز هيحاول ان هو يكونكت على السي 2 سيرفر بتاعنا هيروح لنفس الكوماند، تمام؟ ممكن مثلا ال HTTP user agent دي ممكن نستخدم كمان بعدها اي هيدر تاني في الريكوست بحيث ان احنا نمرر من خلاله الاي دي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا عارف إن أنا طولت عليكم والفيديو ممكن يكون فيه أخطاء كتير وكده، بس هو مجرد بروف كونسبت مش أكتر. وبرضه أحب أنوه إن أنا مش مبرمج بي اتش بي ولا مبرمج بايثون، يعني أنا اتعلمت اللغتين مجرد للعلم بس مش أكتر. بشكركم على حسن المشاهدة، ولو في أي استفسارات هكون موجود إن شاء الله معاكم في الكومنتات، وشكرا.